سيد الفاضل لموضوع مهم جدا، اثار اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البحار الانكل ابو المعاطي زكي في انباء حصريه بالامس حول مداره وما جرى في المحكمه بين المستشار مرتضى منصور والمستشار محمد عثمان وكيل او محامي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق وفقا لحيثيات الحكم. طيب الاجتماع ده انا قلت لكم فيه كل اسراره، وان كان في كلام على ان مرتضى عاوز يعتذر للكابتن محمود الخطيب وحكايه وروايه. طيب والحمد لله الحمد لله المحامي في هذه القضيه اثنين، محمد عثمان ومهاب محمد عثمان، لا يوجد اي شخص اخر محامي بصفه رسميه مع الاستاذ محمد عثمان وفقا لتاكيداته لي، وقال لي عاوز تاخد اي معلومه تاخدها مني انا، مع الاحترام لكل الناس ولكل الزملاء والاصدقاء والحبايب يعني، لكن المحامي هو الاستاذ محمد عثمان ومهاب محمد عثمان. ماشي. طيب النهارده تواصلت مع شخصيه مقربه جدا من الكابتن محمود الخطيب، قلت له ايه رد الكابتن محمود الخطيب على اللي حصل؟ قال لي بص اللي هقوله لك ده كلام نهائي ومن الكابتن محمود الخطيب. قلت له قول. قال لي يا الشمس بتطلع منين؟ قلت له بتطلع من الشرق. قال لي لما الشمس تطلع من الغرب نبقى نتكلم في موضوع زي ده. قلت له يا نهار ابيض، قال لي هذه الدرجة؟ قال لي اه. قلت له قال لي بص موضوع ده مقفول ضبة ومفتاح وممنوع يتفتح. قلت له انا بنقله عن اللي حصل في المحكمة ان مرتضى طلب اجل للتصالح، اجل للتصالح، ده الاجل المطلوب من سيادة القاضي مع المستشار بدر السبكي، طالب اجل للتصالح مش طالب اجل للاطلاع اجل لكذا، لا ده طالب اجل للتصالح. فقال لي بص الكلام طبعا عرفناه وعرفنا مداره في المحكمه من وكده، فانا بقول لك كلام نهائي. قلت له اتفضل. قال لي هذا الامر غير مقبول بالمره. قال لي دور على حاله الغضب الجماهيري اللي موجوده، بلاش حاله الغضب الاسري، بلاش. قال لي بص الخطيب لو حد قال له لو اتضغط عليه في هذا الامر ممكن يسيب اي حاجه ويتنازل عن اي مقعد مقابل انه ياخد حقه، وهيلجا الى القضاء وينتظر قضاء الله سبحانه وتعالى، ما يقضي به القاضي هو من عند الله، امر الله، ياخد براءه، ياخد حبس، ياخد كفاءه، ياخد اللي يجده، لكنه لن يتصالح ولن يجلس معه تحت اي ظرف من الظروف. قلت له يعني اطلع اقول الكلام ده؟ قال لي قوله وقوله كده، ان دي رساله ليا من الكابتن محمود الخطيب. يا اسطوره اليوتيوب مفيش تنازل ولا في اعتذار ولا في مصالحه ولا حد يتكلم في الموضوع ده، واذا كان هذا الامر انت نقلته عن مداره في المحكمه فكابتن الخطيب بيقول لك هو لا يقبل ابدا 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 بالتنازل في امر يخص الشرف والعرض، يخص الشرف والعرض، وهو مسلم امره لله وبياخد اجراءاته القانونيه وما يحكم به القاضي هو مسلم به، لكن انسى انه يقعد معاه، انسى ان هو يقول له انا سامحتك، انسى ان يتقرر موقف المهندس محمود طاهر مثلا في الامارات العربيه لما حد صالحهم هم اللي قال لي ده غير وارد بالمره، غير وارد بالمره، قال لي على اي مستوى ومن اي شخصيه غير وارد بالمره ان هو يقبل بالصلح، غير وارد بالمره. قال لي اعمل استطلاع راي وشوف راي الناس، هتلاقي 98% 99% بيرفضوا. ليه؟ بما فيها جمهور الزمالك المحترم، لان الامر وصل الى الشرف والعرض، الى طعن الناس في اعراضهم. شوف ربنا قال ايه في الموضوع ده. قلت له لا ده موضوع جلل. فقال لي بص القضيه بعد شهر وتاجلت شهر وفقا لطلب المستشار مرتضى ان هو اجل للتصالح. قال لي الموضوع ده مقفول ضبه ومفتاح، مقفول ضبه ومفتاح، وبعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك اي مره تتكلم اكد على رفض الكابتن الخطيب لهذا الامر. هو يتمسك بشيء واحد فقط، ان يتخذ القانون مجراه، وان يقضي كل قاض بما يملي عليه ضميره، وانه سيقبل باي حكم يقضي به القاضي، ويسلم امره لله ها الحكم العدل. قلت له ده كلام مهم جدا 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 انت بتقوله لي. قال لي بص ما فيش اكتر من اللي انا بقول لك ده، لما الشمس تطلع من الغرب مش هيحصل برضه، يعني حتى لو الشمس طلعت من الغرب مش هيحصل برضه. قال لي بص على ردود افعال الناس،
قال لي مش هقول لك بقى العيله ولا الاسره ولا كده. قال لي بص على ردود افعال الناس، ازاي الناس رافضه هذا الامر، ده الناس عاوزه القصاص من واحد قاعد يشتم سنتين وشويه، قاعد يشتم سنتين وشويه، ما حدش قال له عيب، ما حدش قال له ما يصحش، ما حدش قال له وقف الكلام ده، ما حدش قال له ان الخطيب ده شخصيه ورمز من رموز مصر العظيمه يجب احترامها، يجب احترامها وتقديرها. قال لي ما حدش قال له كده. جاي النهارده تقول لي ان في ناس بيقولوا عايزين نتصالح؟ قال له انا عارف انك فتحت الامر بعد ما المحكمه ده حصل. ومحمد عثمان قال للكابتن، قال له طلب اجل للتصالح، قال له مع نفسه، قال له مع نفسه مفيش حاجه اسمها اجل للتصالح، انا ما بتصالحش والقانون ياخد مجراه ايا كان القرار انا موافق بيه، لكن ما زلت انا شكوتي الكبرى لله. خلي بالك انا شكوتي الكبرى لله، لان وارد انك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال او سيدنا عمر مش فاكر، ربما كان الحن من اخيه في الحج، واتنين اتنين واقفين قدام قاضي، واحد لسانه كويس وبيعرف يقلب الحقائق، واحد ما بيعرف يعني ما بيعرفش يقلب الحقائق وبيتكلم بما يرضي الله ومسلم الامر لله، فبالتالي قال لك انا مسلم الامر لله. مفيش حاجه اسمها ابدا 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 كلام في صلح او كلام في كده، حتى لو الامر ده حصل في المحكمه فده امر مرفوض 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 بالنسبه للكابتن محمود الخطيب، ربنا يديله الصحه ويبارك فيه ومتعه بالصحه والعافيه. يا عم الاسم اللي انت بتقوله ده انا ما اعرفوش والله يا ملك يا عمرو. خلاص ده ما اعرفوش يا عمرو، يقول اللي يقوله واعمل اللي يعمله، ارجوك ما تشغلش، والله العظيم سقط من حساباتي وسقط من ذاكرتي خلاص، فبالله عليك ما نتكلمش في الموضوع ده. الله يكرمك ورد عنك، الله يكرمك ورد عنك. رضا الصداوي من كندا، ربنا يحفظك يا رضا. ماشي، فده كلام نهائي يا جماعه، رساله واضحه ليا، رساله واضحه ليا، رساله واضحه ليا، يا فلان كابتن بيقول لك لو الشمس طلعت من الغرب مش هيتصالح، يعني بيقول لي اقفل اي مجال عن هذا الكلام، ما نتكلمش فيه تاني لان ده مش هيحصل، لان ده مش هيحصل. طلبه في المحكمه يطلب يطلب، لكن ده مش هيحصل. قال لي شوف حالة الغضب عند الناس اللي ما تعرفنيش، عند الناس اللي بتقابله في أي مطعم أو في أي مكان يقولوا له اوعى تتصالح يا كابتن، اوعى تتصالح يا كابتن، اوعى تتصالح يا كابتن، اوعى تتنازل يا كابتن، اوعى تقبل بالضغوط يا كابتن. ده كلام بيتلقاه الكابتن محمود الخطيب في كل مكان مع إثارة هذا الأمر، مع إثارة هذا الأمر. وبيزيد من هذا الكلام أن الآخر ما قدمش أي حاجة، يعني انت يعني 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 ايه مفترض لما يبقى امر بهذا الشكل ده انا اطلع كل شويه اقوله، اطلع كل شويه اقوله، مش اعمل غمز وبتاع وادفع وما خدتش وما عملتش وزودتش حاجات بالشكل ده. فده قرار الكابتن محمود الخطيب لو الشمس طلعت من الغرب برضه مش هتصالح، ماشي، ولا هتنازل، وحقي هكمله في القضاء وحقي الاكبر عند الله سبحانه وتعالى. بقول لكم الكلام ده، دي رساله جايه لي أمانة إن أنا أقولها للرأي العام. طيب.